كامل بشير هو إنسان سوداني بسيط مثابر. بدأت حياتي في قرية صغيرة بالسودان جنوب الخرطوم اسمها الكاملين، وهذه هذا الموطن، وهذه يعني البلد العزيزة والمحبوبة جدا ومحبوبة لقلبي جدا. يعني بدأت فيها وتلقيت التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في الكاملين، وبعدين انتقلت دخلت للجامعة، ولما خلصت البكالوريوس في اللغة الإنجليزية درست كمان الدبلوم العالي والماجستير في اللغة الإنجليزية، وبعدها الحمد لله يعني سافرت إلى بريطانيا وحصلت على درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية في مجال اللينغويستكس، وبعدين جيت للإمارات. يعني وأنا لحظة تبلش حياتك الشاب صغير، ليه اخترت دولة الإمارات؟ أنا اخترت دولة الإمارات لسببين. السبب الأول كان فيها أخوي الله يرحمه عبد العزيز عدلان، أخوي هو اللي بعث لي زيارة عشان أجي في الإمارات وأدور على شغل، وأنا دائما أتذكره بالخير، وهو يعني دائما في 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 بالي وفي في قلبي يعني. والشيء الثاني إنه الإمارات يعني كانت ولا زالت بلد فيها ملجأ خصب لكل الأفكار ولكل الكفاءات، ويجد فيها الإنسان الاحترام والتقدير، والقوانين فيها مرنة جدا، والحياة فيها جميلة ومناسبة، والبيئة صالحة جدا لأي إنسان يريد يتطور. أنا الحقيقة لما جيت على الإمارات ما اشتغلت في مجال الترجمة على طول، وإنما بدأت في مجال التدريس، وكنت أشتغل في الجامعة. درست في الجامعة في مكانين، 4 سنوات في كلية و5 سنوات في كلية تانية، وبعدين أثناء 9 سنوات كموظف، هذا كموظف في مجال التدريس، 9 سنوات مدرس في مجال اللغة الإنجليزية، ولكن تدريجيا تحولت إلى تدريس الترجمة نفسها كجزء من تخصصي. وهذا التحول لمجال الترجمة عرفني على سوق الترجمة الموجود في البلد. ما كان عندي خلفية عن أنه سوق الترجمة في الإمارات خصب جدا وكبير وبحاجة إلى استثمار. فبعدين استقلت من الشغل بتاع في الجامعة بعد تسع سنوات كنت موظف كادح، وأروح الصبح وأرجع المساء، وكانت حياتي روتينية قليل يعني. بعدين لما جيت للقطاع الخاص كانت فيها مخاطرة، لأنه كان يحتاج لرأس مال، وما كان عندي رأس ما كان عندي رأس مال كافي، لكن الحمد لله وجدت السيستم في البلد كله يساعد الإنسان على أنه أفكار يعني الفكرة والمؤهل أهم من الفلوس في الإمارات. كثير من الدول لو ما عندك الفلوس ما تقدر تستثمر، في الإمارات لا تقدر تستثمر. فالحمد لله بمساعدة أخوي دكتور الطاهر، يعني أخذ منه قرض صغير يعني $5,000، واستأجرت بهم مكتب وعملت الرخصة، وبعدها بدأت بداية متواضعة. المكتب كان بدايته بأي سنة؟ المكتب كان بدايته ب 2004 اللي هو نفسه باسم مجموعة لا كان بشير. بس كامل بشير. كامل بشير ما كان صار مجموعة، كانت لسه بمكتب صغير، كان بس مكتب واحد كنت فيه أنا ومعي موظف واحد بس. فبدأنا بداية متواضعة، والحمد لله يعني ربنا كرمنا، وخلال 3-4 شهور الأوائل حققنا دخل، يعني صرت يصير دخلي 10 أضعاف دخلي في الجامعة في الشهر الواحد. فالحمد لله كان نعمة كبيرة. هذا سؤال كتير مهم يعني. ليش؟ لأنه النقلة اللي صارت عندي كانت تدريجية، وانتقلت من موظف تقليدي روتيني يعطوه assignment كل يوم يسويه وخلص منه، لإنسان مفكر ومبدع يعني وتعلم نعطي من غير ما حد. هذا واحد من الأشياء المحفزة، إنه أنت تقدر تعطي بدون ما حد يكون رقيب عليك. الشيء الثاني كانت يعني التعلم قاسي جدا علي، يعني مريت بدروس وبأشياء صعبة جدا، وضاعت علي فلوس كثيرة، وتعرضت لضغوط نفسية في الأول، لأنه النجاح مش سهل. مجال الاستثمار يلزم خلفية في المحاسبة، وخلفية في التسويق، وخلفية في إدارة شؤون الموظفين. يعني ما كان عندي خلفية عن هذه الأشياء، وصرت أطور نفسي دائما بإني دخلت كورسات
هنا للتطوير المهني في دبي في كذا معهد، وبعديها اهتديت كانت الانترنت صارت شائعة جدا، فشو صرت أدور على كورسات ودروس في التأهيل المهني والوظيفي والإداري على الانترنت، وصرت شبه مدمن على هذه الدروس. الآن أنا صار لي 24 سنة وكل يوم أنا أستمع لدرسين وثلاثة. أنا ما زلت يعني ينقصني الكثير والكثير يعني من المعارف والدراية والخبرة العملية. وأتذكر يعني أنه أخذت خبرة من أخي وصديقي اسمه بكر خضر، يعمل بالسعودية، كان زميلي في الجامعة، دلاني على برنامج. كنت أعاني جدا من المحاسبة، كيف أدير برنامج محاسبة وكيف أعرف المحاسبة صحيحة ولا لا، فأعطاني برنامج على سيدي بتذكر لحد الآن وأفادني جدا، وصرت الآن أنا أعطي هذه البرامج للأشخاص أصدقائي ومعارفي. الحمد لله. نحن بدأنا بأول فرع لنا فتحناه في بر دبي، وزميلي أول شخص عينته في المكتب هو الآن مدير الفرع هذا. قلت لي كنا شخصين نحن في المكتب، أنا ومعاي واحد وأخي وصديقي وزميلي عامر شيتي من سوريا، وهو الآن مدير فرعنا في بر دبي، وصار له مدير فرع أكثر من 12-13 سنة، وما شاء الله مبرز جدا ومبدع يعني في المحاسبة وفي الإدارة وفي التسويق، وسند حقيقي يعني ورافد من روافد المكتب. نعم، مجموعة كامل بشير بدأت بمكتب كامل بشير للترجمة القانونية، والترجمة القانونية عشان الواحد يصير مترجم قانوني يلزمه يجلس لامتحان في وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا اجتاز الامتحان بيعطوه ترخيص ويمارس المهنة وفق ضوابط معينة. فنحن لما جينا للسوق يعني سوق العمل، كان أكبر حافز لنا أنه كان الخلفية الأكاديمية، يعني صرنا نسوق من نفسنا على أننا أنا عندي الحمد لله دكتوراه في اللغة الإنجليزية، فكانت هذه أكبر يعني أداة تسويقية لنا، وكان السبب أنه جابت لنا زبائن كثير يعني الحمد لله. وبعديها طبعا العملاء اللي عندنا هم فتحوا لنا أبواب تانية، وفتحوا لنا أبواب في المحاكم وفي السفارات الأجنبية وفي الشركات الكبيرة، والآن يعني أكبر عميلين عندنا هم من خارج الإمارات، وهم شركة مايكروسوفت وشركة بوينغ. نحن الحمد لله عندنا فرع في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سياتل واشنطن، وعندنا فرع في لندن، وعندنا فرع في السودان، وعندنا 4 فروع في الإمارات. احنا عندنا اكثر من 15 خدمه نقدمها، لكن اكبر 3 خدمات حسب تصنيف برنامج المحاسبه الخاص بنا بيعطينا اكبر مداخيل. ان بتجي منين؟ اكبر مدخول عندنا من الترجمه القانونيه، وهي الترجمه المحلفه، ترجمه على اوراق مروسه وعليها ختم المترجم القانوني، ويستخدموها في العقود وفي المحاكم وهذه الاشياء يعني. وثاني مصدر للدخل عندنا هو الترجمة الفورية، والترجمة الفورية هي تنقسم ل3 أقسام: الترجمة الفورية والترجمة التتابعية. التتابعية هي ترجمة تصير في المحاضرات وفي الدروس، المترجم ما بيترجم كل النص، مش حرفية كتير ولا فورية، وإنما يفهم الوضع ويصيغه ويعيد تقديمه مرة تانية، وهذه كثير في الدورات التدريبية نستخدمها في شرطة دبي وفي القوات المسلحة وفي الإدارات الحكومية وفي الجامعات والمعاهد وهذه الأشياء. الخدمة الثالثة هي التصديق على الشهادات، هذه notarization services، وهذا طبعا نحن نقوم بالتصديق على الشهادات لدى السفارات والوزارة الخارجية ووزارة العدل والمحاكم وجهات المختصة. نحن أستاذة شادية في مكتبنا دائما نستعين بالخبرات المتخصصة، ومكتبنا بيستعين بمكتب متخصص في التخطيط الاستراتيجي يساعدنا، بنعطيه معطيات نحن لأفكارنا، وهو عنده قراءة لسوق العمل في الإمارات وفي المنطقة وفي العالم كله،
وبيساعدنا نضع خطة كل 5 سنوات. وخطتنا في ال5 سنوات القادمة الحمد لله، يعني نحن صراحة متفائلين جدا بوجودنا في دبي، ودبي هي الهب اللي احنا بننطلق منه، هي المركز يعني القاعدة اللي ننطلق منها كل شغلنا. والآن دبي في تطور كبير جدا يعني، وتضاف إليها مناطق حرة متعددة أكيد. والمطار ما شاء الله بيجيب كميات كبيرة جدا من السياح والمستثمرين. صحيح. وكل يوم دبي فيها توسع، ونحن الآن يعني مع التطور ماشي. في هذه السنة الحمد لله فتحنا الفرع الرابع لنا في دبي في منطقة اسمها بيزنس باي، وهذه منطقة من المناطق اللي تطورت صحيح. حديثا في دبي، وما شاء الله فيها تجمع يعني للأعمال التجارية، والمكتب الحمد لله ماشي كويس جدا. كثير جدا يعني دولة الإمارات دولة متميزة جدا من كذا ناحية. الناحية الأولى هي ناحية الرؤية والإمكانيات اللي بتتيحها الإمارات للمستثمرين اللي مثلي واللي غيري يعني، لأنه نحن نستفيد من المستثمرين الآخرين موجودين في الدولة. فدولة الإمارات متيحة للمستثمرين قوانين فاعلة وجاذبة جدا للاستثمار. يعني كثير من الدول لا تتيح التملك. صحيح. الآن أنا الحمد لله يعني أملك المجموعة بالكامل الحمد لله، وأنا مش من دولة الإمارات. وجدت في دولة الإمارات الأمان والاستقرار، وحتى حتى عوامل للاستثمار ولتطور الاستثمار. صحيح. يعني حتى عيالي وبيتي موجودين بالإمارات، أنا بيتي في دبي يعني هذا مقر. يعني الشيء الثاني، دبي هي ملتقى الحضارات وملتقى العالم. يعني الجنسيات الموجودة في دبي أكثر من الأمم المتحدة. يعني وهذه فوق الـ200 جنسية. فوق الـ200 جنسية يعني. صحيح. وكل هدول الحمد لله بيصبوا في مصلحة الترجمة. أكيد. يعني كل جنسية عندها لغة لحالها. مختلفة. وهذا يخلق سوق لعمل الترجمة. يا ريت جنسيات أكثر وشغل أكثر. طبعا أكيد يعني كل الشكر والتقدير يعني لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ من الشيخ خليفة بن زايد، وبدأ من رؤية الشيخ زايد الله يرحمه الوالد المؤسس للدولة، ومن بعد الشيخ خليفة بن زايد يعني هو ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد، كلهم الحقيقة يعني كانوا أصحاب رؤية وأصحاب رسالة، وأتاحوا فرص ما أتيحت لنا في بلداننا يعني. وعشان هيك نحن ندعو لهم بالصحة والعافية دائما وبدوام الرخاء والاستقرار للإمارات إن شاء الله، ودوم متوفقين إن شاء الله ومقدمين. الله يطول بأعمارهم. اللهم آمين. ختم حلقتنا لليوم دكتور كامل، رسالة شكر لمين بتحب توجهها؟ والله أنا أكبر رسالة شكر وتقدير أقدمها لأختي ووالدتي عائشة بشير عثمان. وأنا والدتي توفت وأنا صغير في سني، وأختي عائشة هي التي هي ربتني، وهي زرعت في الثقة ويعني آمنت بي وآمنت بمقدراتي، وحسستني أنه يعني أنت تقدر تعمل أي شيء ما دامك أنك إنسان نظيف في 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 رؤيتك وفي تفكيرك ومثابر. ما مش ما فيش أي شيء مستحيل قدامك.